يكمل الدوري في 34 هو اسبوع. هو اكثر خبره مظبوط، هو صحيح مظبوط اكثر خبره في الموضوع صحيح. ده هو عنده خبره، هو الوحيد اللي اكثر واحد حاسس بالشغلانه. الله ينور، هو ده اللي انا بقوله، هو اكثر واحد حاسس بالشغلانه والمعاناه بتاعته. هو دلوقتي عنده 150 يوم هيقدر يعمل فيهم 34 اسبوع ازاي؟ نسمع منه. ازيك يا حاج عامر؟ ازيك يا كابتن هشام؟ اخبار حضرتك ايه يا حاج عامر؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، وتحياتي لكل النجوم اللي معاك الحمد. طبعا كلهم بيسلموا على حضرتك كابتن رشيش، استاذ عصام طبعاً. كريم، استاذ كريم سعيد، استاذ احمد ثابت، ايضا الحاج محمود الشامي معانا سكايب. يعني حاج عامر برضو الكلام اللي انا كنت بقوله ده، ظروف صعبه جدا اللي انت هتشتغل فيها خلال الفتره اللي جايه. لو انت واحد من الاصوات، هل كنت هتبقى او كنت هتوافق على ان المباراه تتلعب في 34 اسبوع؟ ده اولا انا بتكلم، اصل الموضوع مش موضوع المسابقات. اتفضل. يعني موضوع قرار في رابطه انديه، ورابطه الانديه بتاخد كل البيانات والمعلومات اللي انا بقدمها، والموضوع ده حصل من سنتين عندنا نفس الموضوع، والانديه بالكامل رفضت تغيير النظام بشكل المسابقه للحقوق التسويقيه والرعايه. دي قصه ثانيه، هتعود عليها باضرار. وبالتالي نفس الموضوع الرابطه قررت ان انا، حضرتك عارف ان انا ما بقتش عضو في الرابطه دلوقتي. والاتحاد والدوري العام تابع للرابطه. وبالتالي الرابطه اكيد رجعت للانديه واخدوا القرار، ويمكن برضو عرفت من ساعتين كده ان نادي الاتحاد طلع بيان ان هو متمسك بالدوري بنظامه العادي. فاكيد الرابطه اخذت راي الانديه، والانديه اللي طلبت ان هي تعمل نفس النظام بالشكل المعتاد. انما اللي انا بلغت بيه ان النظام هيبقى بنفس ال، هو ده اللي انا كنت بقوله بقى. هو ده اللي انا كنت بقوله يا حاج عامر، ان حضرتك حتى لو انت ليك صوت بتختار يعني، فانت صوت في وسط 10 مثلا. لا انا بقدم بيانات، انما يعني يمكن انا الناس متفهمه وداعمه لاداره المسابقات كرابطه، انما في الاخر القرار النهائي، لان فيها امور ماليه وامور تسويقيه، فيها امور كتير. فبالتالي هم ادرى بالموضوع دوت. ولو رجعت حضرتك بقى ناخد الموقف الشبيه للدوري عندنا، هل الاتحاد الافريقي مش عارف كل المشاكل والبطولات بتاعته؟ يعني الاتحاد الافريقي عامل امم افريقيا الموسم ده، وعمل الدوري السوبر الافريقي في 21 يوم. صحيح. وعمل مباراه الاهلي واتحاد العاصمه اللي اتغير ميعادها 3 مرات. ولما اتحط ميعادها يوم 15 كان الاهلي عنده مباراه يوم 16 في دور 32. صح. فراح على الدور ال 32. صح. ليوم 22. انا بتكلم على جزء بسيط برضو. هل الاتحاد الافريقي مش عارف انه عنده المشاكل ديت، وعارف ان في كاس عالم للانديه في شهر 12 و45 يوم امم افريقيا، ولما اعمل بطوله جديده زي السوبر، دوري السوبر اعمله في نفس الموسم اللي فيه بطوله الامم الافريقيه؟ طب ايه اللي يجبر الاتحاد الافريقي يعمل كده الا لو في امور تسويقيه ورعايه وامور ثانيه؟ لا، وتمنع الانديه من الانديه اللي بتلعب في السوبر الافريقي ان هي تلعب في الدوري بتاعها، خلي بالك دي مهمه جدا. لا هو الكلام دوت، الجمله اللي اتقالت دي يا كابتن اسلام، جمله مش مظبوطه خالص. يعني ايه؟ يعني النادي الاهلي يعني حته ان الاتحاد الافريقي بيقول ما حدش يلعب اثناء البطوله في الدوري المحلي بتاعه. دي كلمه اصلا مش مظبوطه. ليه؟ لان هو هيبدا يوم 20. تمام. من 20 ل 11 11 يتكلم في 21 يوم. صح. 21 يوم اللي هيكمل للنهائي هيلعب 6 مباريات. فيهم 3 سفريات. يبقى هيلعب كل 3 ايام ونص. فكده كده مفيش، طبيعي كده كده مش هيلعب، ما حدش يقدر يلعبه. اوكي اوكي تمام، فهمتك. فهي كلمه اتقالت كده ومشت، بس على ارض الواقع ما حدش هيقدر يلعب محلي طول ما هو مكمل في المسابقه لغايه الاخر. لو وصلت للاخر انت كده كده مش هتقدر، هتلعب كل 3 ايام ونص. يعني ده اللي بيلعب هنا كل 3 ايام بيتعب. طب اللي بيلعب في افريقيا بقى حقيقه، يعني الاهلي يلعب في تنزانيا، هيسافر يروح تنزانيا. صحيح. يرجع يلعب في مصر، ربنا وفقه يروح جنوب افريقيا. لو كسبوا ويرجع يلعب هنا. يعني الامور كده كده ما حدش هيقدر يلعب من الانديه ديت. طب حاج عامر، انا برضو عايز اسالك السؤال المباشر. احنا حسبناها لقيناها 154 يوم.
في 34 اسبوع. ازاي الدوري احنا عرفنا دلوقتي، يعني انا بصيت على التليفون لقيت حد كاتب ان احنا هنخلص يوم 30/7. هل ده هينفع ان انا اخلص 34 اسبوع في 150 يوم قبل 30/7؟ التوقفات دي بالمسابقات اللي حضرتك اتكلمت فيها وكلها وعارفها اكتر مني. طبعا كل الارتباطات معروفه اللي عنده من اول المباراتين بتوع اثيوبيا، وعنده السوبر الافريقي، وعنده كاس العالم الانديه. المنتخب عنده ارتباطات برضه، المنتخب عنده 45 يوم بتوع امم افريقيا، وعنده اجنده في شهر 10، وعنده اجنده في نوفمبر، وعنده اجنده في مارس، وعنده اجنده في شهر يونيو. تمام. الارتباطات كلها معروفه، انما الاتحاد الافريقي برضه زي ما هو عمل مباراه يوم 15 فاجل بتاع 16 ل 22، برضه هيبقى عنده ارتباطين في دوري المجموعات في حاله وصول النادي الاهلي ان شاء الله في دوري المجموعات ان شاء الله، هيضطر ياجلهم لان هم في وسط بطوله الدوري السوبر، واحده في وسط الدوري السوبر وواحده في شهر 10 عالم الانديه. صح. فده اللي بيعمل لي مشاكل وانا بحط الجدول، والناس الحقيقه ما مش عارفه ابعاد الكلام دوت، ان تاريخ واحد مش موجود عندك ما تقدرش تعمل الجدول زي ما الناس عايزه. يعني في اوروبا الكاف مش عشان دايما بيشبهونا بالاوروبا، بطوله الامم الاوروبيه عمرها ما اتعملت وسط الموسم. تمام يا حاج عام، بس الوضع الحالي بيقول انت حضرتك امم افريقيا دايما بتتعمل في وسط الموسم، تاخد منك 45 يوم. ايوه بالظبط. تمام حاج عامر معاك. وبعدين هنا النادي اللي بيروح جنوب افريقيا او بيروح بيلعب مع مازيمبي يقول لك عايز اربع خمس ايام قبلها. صح. في اوروبا بيروح ساعتين يروح يلعب ويرجع، وده حقه حق اي نادي يعني. الامور مختلفه، الامور مختلفه تماما، ما تنفعش تقارن. مساء الخير يا حاج عامر، معاك كريم سعيد. انا بس عندي تعقيب بس على موضوع الكاف النهارده، بس عشان يبقى الكلام واقعي. الاتحاد الافريقي حاليا الاجنده بتاعته مش هتتغير خلاص، في وضع الاتحاد الافريقي مش هيغير اي حاجه في الاجنده بتاعته. ازاي؟ ما في تعارض. لا في تعارض. هيأجل. هيأجل. طيب ما هو هيأجل. هيأجل. تعارض يا استاذ كريم. ما هو يا حبيبي. ايوه يا حبيبي. طب معلش يا حاج عامر انا هرد، معلش انا هقول لك حاجه بس. فضل. التأجيل ده معناه ايه؟ تغيير ميعاد صح؟ ايوه بس طيب. هو بص في نفسه الكاف هيبص الاجنده بتاعته، مش هيغير فيما يتناسب مع الاجنده المصريه، ملوش دعوه. هو هيشوف الاهلي هيقول له لو سمحت انا عندي الجوله الثانيه في دوري ابطال افريقيا متعارضه مع كاس العالم، هيقول له انا اسف الماتش ده اتاجل مثلا 14 بعد كده، لكن مش هيبص خالص على الاجنده المصريه. فسؤالي هنا ببساطه، ايه الخطه به اللي عندنا عشان نقدر نتفادى هذا الموسم الصعب؟ ان حضرتك انا سمعت تصريح حضرتك من شويه قلت ان في الرابطه مع الاتحاد هنشوف موضوع ازمه مواعيد الاهلي، ايه الخطه به اللي عند حضرتك؟ يعني ايه نشوف موضوع ازمه النادي الاهلي؟ يعني الاهلي النهارده عنده ماتشات زياده. انا ما قلتش الكلام ده خالص في مداخله، كانت من شويه. انا بقول له ارتباطاتنا. طيب. يا استاذ كريم ما تقوليش حاجه ما قلتهاش. طيب. انا بتكلم معاك في التليفون. هو معانا نفسه. تمام. النهارده احنا النادي الاهلي كله مداخله، يعني حد يغني دخل تمام باسمي. تمام. النادي الاهلي دلوقتي انا قلت الكلام، انا كلامي واضح عشان ما اقعدش نتناقش. جميل تمام. الكلام خلينا نسمع وقت الناس وضيع وقتكم. اتفضل. انا بتكلم في نقط محدده. اتفضل. في مباراه ثانيه لسه الاتحاد الافريقي لسه هيأجلها في حاله وصول النادي الاهلي لدوري المجموعات عشان متعارضه مع دوري السوبر الافريقي ومتعارضه مع كاس العالم للانديه. زي الميعاد اللي غيره بتاع الاهلي واتحاد العاصمه. مباراه الاهلي واتحاد العاصمه كانت يوم 13/8. صح. وبعدين بقت 1/9. صح. بعدين بقت 15/9. مظبوط. والاتحاد الافريقي قال ان اللي هيلعب في دوري السوبر الافريقي من الثمان انديه مش هيدخل دور ال 32 في بطوله افريقيا. وهيخش في دوري المجموعات على طول. رجع تمام. في كلام ده رئيس الاتحاد الافريقي في نفس الوقت كده رجع في كلامه. طيب يا استاذ كريم عايز ايه؟ طيب عايز ايه؟ لا ده كابتن اسلام اللي بيكلمك. انا اللي بتكلم. انا بقول لك هو رجع في كلامه يا حاج عامر. احنا بنشتغل طول عمرنا تابع لقرارات الاتحاد الافريقي، مش هم هيشتغلوا علينا. صحيح صح. وهو مش هيغير حاجه. هو الاتحاد الافريقي هو مش هيغير. بدليل مش هيغير ليه؟ احنا دلوقتي كام ميعاد حصل فيه مشكله بين الاتحاد المصري والنادي الاهلي بالمواعيد. يعني في اجنده في شهر 10 اللي جاي كويس. الاهلي يلعب يوم 20،
اخر الاجنده يوم 17 من 9 ل 17 يعني نفس المشكله اللي احنا فيها حاليا. انا يعني لو في دوله عملت مباراه خلال الاجنده يوم 17 يبقى وفيها لعيبه النادي الاهلي. هي النقطه مش دي يا حاج عامر، النقطه هنروح تنزانيا يوم 20 يلعب نفس المشكله اللي احنا فيها دلوقتي. طيب هي النقطه برضو مش دي، النقطه ان انا دلوقتي فيما في موعد او في المواعيد اللي فيها تعارض ما بين مسابقات الاتحاد الافريقي، فالاتحاد الافريقي هياجل لك صح؟ طيب هياجل لامتى؟ انت ما تعرفش صح؟ انا ما اعرفش. حلو جدا. هل هي دي النقطه، هل حضرتك عندك الخطه بي اللي تقدر تشتغل عليها علشان انا لازم اعمل احتمالات؟ احنا السنين اللي فاتت كانت ورديه؟ لا طبعا. يعني السنه اللي فاتت لما الناس قعدوا يهاجموني عشان اجلت للنادي الاهلي او الاهلي ما لعبش، احنا عارفين ان هو مش هيلعب من الاول، ست مباريات فارق بين الانديه. ايوه، هو الاهلي كان راح يهزر ولا كان بيلعب في بطوله؟ كان بيلعب في بطوله باسم مصر. طب ما هي الموضوع، ما الاهلي كان برضه السنه اللي فاتت لو رجعت للتواريخ هتلاقيه كان بيقعد 25 يوم ما بيلعبش في الدوري. صحيح، اللي كان بيجي من بطوله يخش على بطوله ويجي من بطوله يخش على بطوله ثانيه، ما شاء الله كلها حاجات خارجيه. صحيح صحيح. طبعا الموضوع دوت بقاله سنين وانا بتهاجم بقالي سنين ونفس الوضع هو. انت دلوقتي يا حاج عامر انت حضرتك مختلفة. احنا بالعكس احنا واقفين معاك عشان نقول لك احنا عايزين نحط حلول، عايزين نحط حلول، احنا عايزين نحط حلول. احنا اللي بنقول ان حضرتك بتنفذ مش انت اللي ده انا قلت كده، كلنا قلنا ايه ان حضرتك سنتين حضرتك احنا مخلصين الدوري شهر 10 لما مسكنا المسابقات تاني بعد السنة اللي انا ما كنتش موجود فيها. الدوري كان خلص شهر 10 تمام، بعدين السنة اللي قبل اللي فاتت خلصنا في شهر 8 تمام، السنة دي خلصنا في شهر 7 16 7 ما عدا النادي الأهلي وبعض الأندية، ثلاث أندية كمان اللي خلصنا. عشان الحاج محمود تقريبا كنت سمعت إن هو قال كان لازم يبدأ 15 8 الحاج محمود كان بيطالب إن أنت تلعب في 15 8 صح؟ إزاي هيلعب 15 8 يا حاج محمود وفي فتح باب قيد جديد وقايمه قديمه وحضرتك طبعا خبير في شؤون اللاعبين، ازاي كنا هنبدا والاهلي مخلص 3 8 تمام. اتفضل يا حاج محمود لو عايز ترد في الموضوع ده. بص الموسم الاستثنائي بقى، ما هو لازم كان لازم ما احنا كنا شغالين قيد والدوري شغال، ده موسم ده وضع استثنائي. لو كنا عملنا حتى 23 8 القايمه الاولى وبدانا واحنا بنقيد بنشتغل غصب عننا، لان احنا لازم حلول يا كابتن عامر، لازم حلول. ما هو النهارده يعني كمل كلامك يا حاج عامر عشان يسمع. انت 15 8 بعد 12 يوم انا انت انجزت عملت اعجاز وانك انت قدرت تخلص الدوري، لكن انت النهارده التاخير هيخلينا نفضل تحت هذا الضغط لمدة 3 سنين كمان. الثانية عشان الناس اللي بيقول لك احنا ما خلصناش مع بعض، الاهلي فضل يلعب لوحده. الاهلي فضل يلعب لوحده لانه مضطر ان انا كنت اخلص ماتشات الزمالك عشان الزمالك كان راح البطولة العربية. بص يا كابتن عامر، المجهود الخرافي اللي اتبذل في الثلاث سنين والسنتين الاخرانيين مع حضرتك تحديدا وكملت وقدرت تحافظ، احنا بنتكلم دلوقتي ازاي نقدر نخرج من الضغوط دي ونستمر واحنا شايفين الارتباطات الشديده اللي موجوده، هتخلص ازاي 31 7 هتخلص ازاي؟ السؤال ده عايزين نعرفه من حضرتك. حضرتك هتخلص هو السؤال إزاي المباشر يا حاج عامر، 30 اسبوع قبل 31 7 هو السؤال المباشر لحضرتك ان شاء الله بتاعت يوم 11 ان شاء الله بعدها باربع خمس ايام هطلع الجدول وان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. لا معلش يا حاج عامر السؤال، ربنا يوفق ان شاء الله. حضرتك بتقول ان انت يعني القرعه امتى؟ معلش انا ما سمعتش حضرتك. يوم 11 ان شاء الله، 11 سبتمبر. بعد 11 سبتمبر حضرتك هتحط الجدول اللي يخلص 31/7. ده كلام مظبوط ان شاء الله حاج عامر؟ يعني كده اللي افهمه انه الحسبه، عشان بس ايه حضرتك فعلا ليك كامل الحقوق في الجهد المبذول، الناس برضو ناكد تاني ان حضرتك بتاخد عدد الايام والانديه عشان تنفذ مسابقات، وده طبعا مش انت اللي بتقترح شكل دوري والكلام ده. انت بيقترح هنا بقى عليك. هنا بقى هل فكره 34 اسبوع معناها ان الاسبوع يبقى 3 ايام او يومين، هو ده اللي هيخلي ال 150 يوم يكفوا عشان نوصل لجمهورنا؟ والدوري هيبدا امتى يا حاج عامر برضه؟ يا عصام بيه بعد اذن حضرتك، اللي فاتت ادي مثال بس عشان انا دايما بطلع على كل، عشان الواحد يتعلم، عشان الناس بتقول جيبوا خبره من بره
يعني اول حاجه لو لا الخبراء مش للمسابقات. لا يا حاج احنا بندي حضرتك حقك، احنا بنقول الخبراء وضع نظام من اول وجديد للكوره. صح، اديته الارتباطات ديت. لو اي خبير جه من بره شاف الاجنده اللي موجوده وابعتها لحضراتكم ان شاء الله في يوم كده، لو لقيت حته فاضيه مش هيلاقي حته فاضيه يحط فيها ماتشات. هيرجع بلده يا حاج عامر، هيرجع بلده. على فكره انا بقول لك كده، قلنا ان العام دور واحد. كابتن حشيش شغال في المنطقه وعارف كم المشاكل. هل لقيت حد بره في العالم كله اربع انديه وخمس انديه بيلعبوا في ملعب واحد؟ لا يا حاج عامر، بص انا عندي سؤال بالنسبه دلوقتي. علشان تبعد الانديه بس النقطه دي بتاخد قد ايه مجهود؟ طب العمليه صعبه جدا يا حاج عامر، العمليه صعبه جدا جدا، بس الناس مش مقدره ومش عارفه التفاصيل الثانيه. طيب. هي فاكره جدول بيتحط وخلاص. دلوقتي بالنسبه للدوري الافريقي لكره القدم هيبقى فيه النادي الاهلي هيلعب من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر ان شاء الله. افرض ان شاء الله، افرض نادي جه لحضرتك وقال لحضرتك انا مش عايز العب وعايز يتاجل لي ماتشاتي عشان النادي الاهلي ما بيلعبش، هيكون ايه رد حضرتك؟ ده السؤال يعني الاول. يعني ايه مش عارف. يعني هو مش عايز يلعب ماتشاته لغايه ما النادي الاهلي. برضه سؤال غريب جدا، مش عايز يلعب. في انديه بتيجي تقول ان هي بمزاجه. لا مش بمزاج حد، ده جدول محطوط. السؤال حصل قبل كده يعني. حصلت قبل كده. سؤال منطقي. يحصل يقول لك في الاخر انا مش هلعب الا لما ايه، لما النادي الاهلي يلعب ماتشاته. هل ده وارد يعني؟ كده عشان كده لما نعلن ما بنعلنش ال 34 اسبوع عشان لو حد عنده مؤجلات قبل اخر اربع جولات في الاخر. تمام، ده حقه بس اللي موجود، انما غير كده لا. تمام. السؤال الثاني هو كمان لو النادي طلب كده. لا هقول لحضرتك نقطة مهمة. فضل. عشان برضو الناس تفهم كويس، عشان في أندية بتضحك على بعض جمهورها. الكلام ده لو حصل ده بيبقى ضرر للي بيأجل. أكتر صح. لو النادي الأهلي يلعب صح. يلعب على يومين والثالث على طول. صح. بقيت الأندية اللي ما بتأجلش بيلعب كل أسبوع. بيلعب كل أسبوع ماتش. بيبقى مرتاح. صح. لا بس في انديه ممكن تستفاد. انا اختلف معاك. لا يبقى ده عايز مشاكل وخلاص بقى يعني. بيقول كده هو بيعاند وخلاص. هو بيعاند وخلاص. لا في انديه الكيت بتاعها حاليا واقف، فلما تاجل لها الماتشات هتفتح الكيت في شهر يناير ليها عشان تجيب صفقات. لا ما هو مش هيبص بقى على ده، حاجه استثنائيه. السؤال الثاني يا احمد، السؤال الثاني بالنسبه دلوقتي للماتشات اللي هي الذهاب والاياب بتاع دوري ابطال افريقيا. يناير اصلا السنه دي يناير في بطوله امم افريقيا محدش هيلعب اصلا. محدش هيلعب اصلا. تمام. صحيح. بالنسبه لماتشات الذهاب والاياب في دوري ابطال افريقيا، الانديه اللي زي النادي الاهلي وبيراميدز الانديه بتلعب في بطولات افريقيا، هل في مواعيد معينه للدوري قبلها؟ يعني ماتشات الدوري ان مثلا فاصل اربع ايام. نفس الشروط السنه اللي فاتت. نفس الشروط السنه اللي فاتت. اللي هي اللي كان 4 و3. بيلعب على ثالث يوم. بيلعب بره بيلعب على رابع يوم. ونص النهائي والنهائي اسبوع. بالكامل. لو حد بيلعب في ملعبه هنا مثلا بيلعب الجمعه، بيلعب سبت وحد، يلعب الاثنين. اي ما هتبقى الضغطه، هتبقى نفس الضغطه. يلعب بره هيلعب بره. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هو هنا ملوش حل. يعني هو الراجل هيجيب ايام منين يعني؟ ما ينفعش الاسبوع غير السبت والحد والاثنين. هو ده اللي احنا بنقوله. العمليه صعبه جدا جدا بصراحه يا حاج عامر. يعني انا واحد من الناس، يعني انا بتكلم مع الحاج عامر كتير خلي بالك، فانا بقول لك انا واحد من الناس بقعد اكلمه اقول له طب انت هتعمل ايه في الماتش اللي جاي؟ الفتره يعني الدوري اللي جاي هتعمل فيه ايه؟ بقول الحاج بيقول لي يعني اديني فارد الدنيا. أيوة قدامي طبعًا وبقعد طبعًا اشوف واعمل وبتاع والعام. فانا بقول المسابقات والبطولات وبعدين بقول لحضرتك يا كابتن اسلام، لو تراجعت السنه اللي فاتت هتلاقي انجلترا كانوا على طول بيلعبوا يومين والثالث يومين والثالث عشان كاس العالم كان في وسط الموسم وعايزين صحيح يعوضوا الايام ديت. صحيح. ورغم كده خلصوا متاخر لاول مره شهر عن طيب. الميعاد التقليدي بتاعه. اخيرا يا حاج عامر، هنبدا الدوري امتى؟ ان شاء الله يوم 18 ان شاء الله. 18/9 ان شاء الله. وان شاء الله الدوري هينتهي واحد. احنا كنا حديين من السنه اللي فاتت يوم 15 وبعدين في جوله اللي هي 15 16 17 في افريقيا للاربع انديه بتوعنا. ايوه. هنبدا 18 ان شاء الله. هنبدا الدوري 18 ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا حاج عامر على هذه. بس ارد على الحاج محمود. اتفضل. لان الحاج محمود قال من خمس سنين موضوع الرخص دوت، لان الحاج محمود طبعا كان متخصص في موضوع التراخيص بتاعت الانديه. ايوه. بس احنا من خمس سنين ما كانش الاتحاد ده موجود عشان ندي كل واحد حقه. بس حصل. صح. وانا بشكركم جدا وان كنتوا سمعتوا لي المده دي كلها. احنا بالعكس ده احنا بنشكرك. وخلي بالك يا حاج عامر احنا في ظهرك في اي حاجه. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك. اه والله ربنا يخليك يا حاج عامر. ودايما اخونا العزيز. الحقيقة أنا بشكرك جدا يا حاج عامر على وجودك معانا. شكرا جزيلا الحاج عامر حسين. يعني بصراحة